المباراة المشاهدة وتأهيل البنية التحتية جزء من هذه العملية. هاد اليوم حنا في المركز السوسيورياضي القرب تشيرة اللي تيعرف واحد المجموعة ديال الإصلاحات اللي تندرج في إطار برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الشبابية بجهة سوس ميسا. هذا البرنامج اللي الهدف منه هو تجديد هذه المؤسسات وجعلها أكثر قابلية لاستقبال الطفولة والشباب. بالنسبة للعمالة ديال الإنزكان تتعرف الإصلاح ديال 6 المؤسسات مندرجة في إطار هذا البرنامج. اللي قبل ما نذكر هذه المؤسسات نشير أنه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب هو حاملة المشروع، ولكن حامل المشروع المفوض هو سوس للتهيئة، هي اللي تتشرف على العمليات ديال الإصلاح. بالنسبة لعمالة إنزكان عندنا هذا المركز السوسيورياضي للتشيرة، عندنا دار الشباب القليعة، دار الشباب التمسية، دار الشباب ولاد داحو، وعندنا النادي النسوي ولاد داحو والنادي النسوي ايت ملول. تنشرف على تتبع مشروع إعادة تهيئة مؤسسات الشباب بجهة سوس ميسا بجميع بشتى أقاليمها، أكادير إداو تنان، إنزكان، إيت ملول، تيزنيت، شتوكا، إيت باها، طاطا، وتارودانت. بالنسبة لعملة إنزكان إيت ملول تشمل 8 المؤسسات، وهي سي إس بي ديال الدشيرة، لا ميزون دي جون القليعة، لا ميزون دي جون التمسية، لا ميزون دي جون إخربان، لا ميزون دي جون ولاد داحو، لو سونتر دو كاليفيكاسيون بروفيسيوني إنزكان، فوايي فيمينا ولاد داحو، إي فوايي فيمينا إيت ملول. بالنسبه لهاد الاخير دارت لي مؤخرا ان اكسبيرتيز تكنيك بانوا فيه دي زانومالي، لو لابوراتوار ريكوموند اون ديموليسيون توتال اي اون ريكونستركسيون ا زيرو. بالنسبه للي سات ايتابليسمون حنا متقدمين في الاشغال ديالهم تقريبا 55% بالنسبه للتقدم الاشغال ا مونطون دونفيرون 11 مليون دو ديرام. غد نورمالمون درنا 3 فاز في ليتيود ديالنا، هي ليكسبيرتيز دو دياغنوستيك اي لو رونفورسمون دو لا ستركتور لا ريبريز دي فيسوراسيون اي لا كونستركسيون دي غروز اوفر كوم لي سانيتير ديال لي بي ام ار لي ديبو سولون لو بوزوان ديال شاك ايتابليسمون. من بعد درنا اون انترفونسيون دوغدغ فونكسيونيل لا ريبريز ديال لي لو تكنيك لي ريزو فلويد لي ريزو الكتريسيتي. من بعد دارت لا ميزا نيفو ديال لي سيستيم ديتيكسيون انسوندي بريكابلاج انستالاسيون انسي كو لا ميزون نوفر دان سيستيم دو فيديو سيرفيونس بوغ اليجي شويه لو غارديناج لي زاجون دو غارديناج انسي كو لا ديمونسيون ديال لانتيغراسيون دي اكسيسيبيليتي بوغ لي بي ام ار انسويت لانترفونسيون دوردر استيتيك اللي تتشمل لا ريبريز ديال لي روفيتمون لا ريبريز جلوبال دي بانتور اكستيريور اي انتيريور اي لي زاميناجمون اكستيريور انسي كو لي زيكليراج اكستيريور لي زيكليراج دومبيونس. Centre socio-sportif de proximité de Tchira, il y a quand même toujours fait très bien. L'Al-Shabab de Tchira, l'Al-Shabab de Tchira, l'Al-Shabab de Tchira,